السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي المتواضعة. كنتمنى تعجبكم أطباقي البسيطة. اليوم إن شاء الله غادي ندير لكم خبزة معمرة بالخضر والكفتة. إلى عجبتكم الوصفة ما تنساوش تشاركوا في القناة ديالي وخليوا لي تعليقاتكم. هالخبزة أو الفطيرة لما طابت خرجت غزالة ما شاء الله، ولاباط ديالها زوينه، ممكن تستعملوها كاع لي باط لي يلا نبداو على بركة الله. بالحشوة عندنا بصلة كبيرة مشلضه رقيق، جوج فيزويات محكوكين، جوج فلفلات صغار مشلضين، 100 غرام ديال الزيتون بالعظم، 250 غرام الكفتة صبور ومعدنوس، 100 غرام ديال الفرماج محكوك موتزاريلا، معلقة كبيرة ديال الكبار، معلقة صغيرة مع مرشة الخرقوم، معلقة صغيرة مع مرشة حميرة، بحالها إبزار، فلفل أسود، بحالها الزنجبيل، سكينجبير، معلقة صغيرة ديال الملحة، وزيت الزيتون باش نطيبو. غنديرو شوية زيت الزيتون في المقلاة، نزيدو عليه البصلة مشلضة، منديرو لا ملحة لا عطرية لا والو باش مطلقناش الماء. فين تحمر شي شوية نزيدو عليها خيزو، الفلفلة، الكفتة، الكبار، نديرو العطرية كاملة ونحركو حتى طيب مزيان، ونضيفو لها قطور معدنوس ونحركو شوية، من بعد نطفيو البوطة ونزيدو الزيتون بالعظم ونخليوها تبرد وندوزو للعجين. مقادير العجين: مارة 400 غرام ديال الفورس، معلقة كبيرة سنيدة، معلقة صغيرة الملحة، معلقة صغيرة الخميرة معجونة، 3 معالق كبار ديال الحليب النيدو أوبرا، 4 كاس ديال الزيت، معلقة كبيرة ديال الخل. دابا غندوزو للطريقة وناخدو الدقيق ديالنا زائد سكر سنيدة زائد ملحة، الخميرة معجونة، 3 معالق كبار ديال الحليب النيدو، خمارة، زائد 4 كاس ديال السنيدة، معلقة كبيرة ديال الخل. نخلطو مزيان العناصر باش تجانس مع بعضها، من بعد ناخدو الماء دافي باش نجمعو العجينة بلا ما ندلكوها، غير نحاولو نجمعوها مزيان بيدينا، ما تكون قاصحة ما تكون جارية بزاف، تكون عادية، تكون رطبة عادية. من بعد نغطيوها بفيلم أليمونتير ونخليوها ترتاح مدة نص ساعة، من بعد نجبدوها نحكوها شوية بيدينا بشوية ونقسموها على جوج ونخليوها ترتاح واحد قسم بالمكانة هكاك. من بعد نطلقوها بلاك بلا ما نرشو لا دقيق لا حتى حاجة لأنها ما كتلصقش، تلقوها مزيان تكون رقيقة
نجيبو لاطا ديالنا ندهنوها بالزيت، شويه ديال الزيت، ونحطو فيها العجينه ديالنا ونحاولو نقادوها مزيان مع اللاطا. مزيان قدوها ونحطو فيها الحشوه ديالنا، نحاولو ما نقيسوش الجوانب. نديرو الفرماج من الفوق، نطلقو العجينة الثانية تاهي مزيان بلا ما نرشو لا دقيق لا حتى حاجة، ونغطيو بها الحشوة ديالنا ونحاولو نسدوها بصبعنا. نديرو شوية ديال الماء بصبعنا ونحاولو نبقاو نلصقوها. وندهنوها بصفر البيض مزيان كلها بلا ما نخليوها لا تخمر لا حتى حاجه، في نفس الوقت ندهنوها بصفر البيض ونحاولوا نرشموها بالموس بلا ما نقيسوا الحشوه. ونديروا الفرماج من الفوق او اللي بغيتو الزنجلان او اللي كان، وندخلوها للفران. الفران يكون سخون من قبل، وندخلوها الفران على 120 درجه ونخليوها تطيب شويه عليها من التحت، من بعد نشعلوها عليها من الفوق. اضغطوا على زر الاشتراك وديروا جيم، بارطاجيو الفيديو مع احبابكم وفعلوا جرس الاشتراك باش يوصلكم جديد ديالي، وخليوا لي تعليقاتكم وشكرا. نتمنى لكم شهيه طيبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نتمنى نكونوا خفاف ظرف على قلوبكم، وان شاء الله حاولوا هذه القناه ساهموا فيها باش ان شاء الله تشوفوا ديما الجديد. نبداو المرحله ديال هاد الحلقه اللي درت لكم واحد النافوره منزليه بمواد بسيطه وسهله. المواد الاوليه ديالها عندك السيمه، عندك القله، عندك منديل ولا شي تيشورت ما عندك ما دير به، عندك لا بومب شريتها تقريبا شي 40 درهم، عندك حجر الملون تقريبا شريته بشي 1 كيلو ب 15 درهم زائد الصباغه زائد الكرتون. نبداو المرحله، الكرتون نجي نقطعو على شكل اوفال باش نديرو ان شاء الله الارضيه الاولى النيفو نطلعو واحد تقريبا واحد 3 سنتيم باش تكون تقلع عليها كله. ومن بعد نجيب الجناب ديال الكرتون ندير واحد قطعه واحد الطرف باش السيمه ما تخرجش على الجناب باش الشكل ديال الارضيه تعطي لا فورم ديالها. نقبطو بالسكوتش، نديرو بالسكوتش باش من بعد نبريباري السيمه ديالي ونخلطها مزيان. هادي هكا بهاد الطريقة ان شاء الله درتها، قلت لكم تقريبا بين 15 حتى 20 سنتيم طلعوا الارضية. بعد بهاد الطريقة الشكل انفينيها، بعد نجيب القلة ديالي ونحطها في الوسط، موراها ندير الحوض جوج حوضات من الجناب ندير على الشكل، نحاول نديرهم على شكل القلة تقريبا، يعني على جديدك الكرتون اللي لداخل باش الشكل ديال التحتاني ديال القله يكون بحال هكاك. من بعد نعمرهم بالسيمه مزيان، نطلع النيفو شي شويه، ومن بعد ندير هذاك الجنب. فكرت انني كنت نعمرها بالسيمه، حاولت ندير الفرشي تماك باش حتى النافوره تكون واحد الوزن ديالها ماشي تكون ثقيله كلها سيم. من بعد نعمر، نجيب زلافات نديرهم هنا، انا نوريهم لكم باش يعطيو الشكل ديال هذاك الحوض. نعمرو هاد الجناب، من بعد عاد ندير الفرشي تماك. نعمر السيمه مزيان هنايا، نجريها ديجا الكرتون راه قابط ما تفيضش السيمه على الجناب. نجيب من بعد جوج زلايف ونديرهم في ميكا ونديرهم نغطسهم هنايا
باش يعطي على الشكل الحوض، باش يعطي على شكل دائرة، والغرق يكون ها هي وجدت على هذا الشكل هكا. بعد نجي ندير الحوض الثالث، ندير هنا على شكل واحد الصور. انا ما بغيتش ندير الكرتون هنايا باش نعرف، ولكن انا درت السيما شي شويه قاصحه بشي جاريه باش هاد الجنب يقبط راسو. هي وجدت النافوره ديالنا في المرحله ديالها الاولى، نحاول ننقيها من السيما باش من بعد ندير الفينيسيون ونجيب السيما شي شويه جاريه، ونحاول بالشيطه كاين شي حال شي قناعات اللي ما فينيش انفينيهم، نخليوها من بعد عاوتاني ياتي بشي شويه. ندوزو للمرحله الثالثه اللي قلت لكم، ندير هنا الفرشي على الشكل هكا، ونستعمل التوب معاه ان شاء الله هنايا باش ياخذها على هذا الشكل. انا درت السيما على هذا الفرشي، خليته تايبس مزيان، من بعد نبريباري السيما جاريه ونجيب التوب. هو راه شفتوا الشكل، راه كان هي تيشورت هذا ما كان يستعملش، واستعملته هنا من بعد على هذا الشكل هكا. نحاول هذاك التوب نديرو في السيما جاريه، ومن بعد نعمرو بالسيما مزيان باش ياخد هاد لافورم. ديجا انا مبريباري السيما ديالي، نهز على الشكل هكا، ديجا فزقوها مزيان في السيما، ومن بعد كملوا بيديكم، وحاولوا ديما هادشي خدموه بيديكم. انا مره ندير اللي قام، مره ما تنديرهاش، المهم عيشوا مع بريكولاج ديالكم. نمشيو لهاد المرحله، بغيت نديكوري هاد الصور على شكل بحال الحجيرات اللي تيكونوا في شي صور، ولا ويعطي جماليه في التالي. دابا تشوفوه في التالي ان شاء الله. وحاولوا ان شاء الله ساهموا في القناه باش يجيكم ديما الجديد، كاين الافكار بزاف، وان شاء الله تنتمنى تعجبكم هذه القناه. ديما فيني المسائل ديالكم بيديكم، تنفزق يدي وديما تنفيني السيما قبل ما تيبس. نجيو للمرحله ديال الحوض، كاين عاوتاني الفوق، كاين على شكل نفس الدائره. غنجيب حتى هو درت الفرشي، جبت التوب باش نحاول باش ما نخليه شي يطيح لتحت، حاول باش المنديل باش يقبطوه مزيان مع الجناب. نمشيو للمرحله، جبت كلها سبيسيال، زدت فرصيت هذاك الحوض، درت كالات من التحت على الشكل هكا، ملصقهم هنايا، من بعد عاد نزولهم. هادو هي باش يعاونوني باش ما تطيحش هذاك، لان فاش ندير السيما تحاول تقال وتهود. بهذه الطريقه نجيب التوب ديالي، نديرو بهذه الطريقة. لأن علاش درت هذاك المنديل من الجهة الأخرى؟ باش يقبطو مزيان، وعاد نعمر السيما عليهم. ها هو بهذه الطريقة، حاولو ديما تخدمو بيديكم. عطات هذا الشكل، ومن بعد هذاك الحوض يعني شفتو أن الماء ممكن يبقى يسيل من الجنب، طلعت النيبو. ديما ساهموا بالاشتراك.
النيفو ديال من تيهبط الماء خصكم تجيبوه على شكل مايل شي شويه باش الماء يجي في النيفو ديال الحوض اللي لتحت. نزولوا الكلات ديالنا اللي جاي بسات، من بعد نجيو للحوض السادس ندير على هذا الشكل هكا ديما التوب والفرشي، ومن بعد هذا موتور اللي قلت لكم بومب تحت ليا بتقريبا 40 درهم. نحاول نبريباري دابا الفرشي ديالي والتوب، نحاول نغطسهم في مع السيمو مع ديجا، انا نوريكم ديجا بريباريتهم. الحوض ديجا وجدت الحوض ديالي والمسائل. لا بومب خصكم تهبطوها في النيفو، وهذاك داك القله راه كاينه ديجا تقبتها، سمحوا لي الا ما وريتها لكمش، تقبتها بالشينيول النيفو ديال الحوض اللي قلت لكم اللي لتحت. هيا وجدت، الى في زعما نقص شي حاجه ولا سميتو حاولوا في الكومونتير ديروا التعليقات ديالكم. راكم عارفين راه اول مره ندير هذا الفيديو، وساعدونا بالاراء ديالكم باش ان شاء الله نزيدوا القدام. وديما اللي نوعدكم ديما الجديد. الصباغه بديت بهاد الصباغه في الاول ما عجبتنيش، عاوتاني انا ندير لون واحد اخر انتم تشوفوا. اخيرا هي وجدت النافورة على هذا الشكل هكا. درت ثلاثه الالوان، اصفر الموف الازرق. الازرق تيعبر على الحوض فيه الماء، وانتم كل واحد اختاروا اللون اللي بغيتو. من بعد الا ما عجبكمش هذا اللون عاوتاني صبغوها باللون اللي بغيتو. ماذا نمشيو المرحله ديال هذاك الحجر الملون، نزيدوه ان شاء الله. وتقريبا اللي قلت لكم في الاول معدل ديال 70 درهم اللي باش طاحت هاد النافوره باسهل بارخص ثمن، اللي ماشي شي حاجه صعيبه بالنسبه للرجال. حاولوا في وقت الفراغ ديالكم، يعني بزاف ديال الحوايج داروا في الدار. هذا هو الديكور ديال الشكل ديالها التالي. ولا عجبتكم ولا حاولوا تساهموا باش ديما يكون عندكم الجديد، وان شاء الله في الحلقه القادمه يكون عاوتاني مفاجات. وتنتمنى نكون عجبكم هاد البريكول البسيط، وما تبخلوش علينا بالاشتراك ديالكم، لان هذا هو الاول ديالك. والى سمحوا لنا الى مع هذه البدايه تي وقت يكون ارتباك ولا في الهضره لا في هذا، كنتم في التعليقات ديالكم يعني المزيانه ولا الخايبه واللي كاين، المهم باش نحنايا نزيدوا القدام، يعني النقد هو اللي كيزيد الواحد القدام. وشكرا والى اللقاء في بريكول جديد ان شاء الله.